السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نورجيكم كيفية تفعيل ميزة المنتدى على اليوتيوب. يلا نبدأ. أولا شيء راح ندخل إلى تطبيق اليوتيوب، بعدها راح نذهب إلى القناة، راح نذهب إلى قناتي، هذه هي قناتي. طبعا هي 3 مشتركين، راح نفعل ميزة المنتدى تحت 500 مشترك. تذهب إلى الثلاث شرط هون، راح نذهب إلى المساعدة والملاحظة، هي راح نذهب إلى إرسال ملاحظة، راح نذهب إلى البدء، كلمة البدء راح نكتب السماح بالوصول إلى السجل مرة واحدة، راح نكتب هنا أرجو تفعيل ميزة المنتدى في قناتي لأنني أريد مشاركة بعض الصور، استطلاعات وآراء المعجبين، وشكرا. راح نذهب إرسال، كلمة إرسال هون، راح يقول لك تمييز، راح نضغط هون، راح نعمل هون. هاي هي المنطقة الموجود فيها كلمة المنتدى، راح نضغط صح، راح نضغط متابعة. هل يمكننا إرسال رسالة إلكترونية إلى مشاركة؟ نعم. وهيك راح نكون كملنا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح يأتي المنتدى في قناتك لمدة 2 أو 3. والسلام عليكم ورحمة الله.